قلنا منذ اللحظة الأولى لتمرد قوات فاغنر أن هذا التمرد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يأتي إلا من خلال دعم غربي مخطط له على أفضل ما يكون. بعض وسائل الإعلام الدولية والكثير من القنوات الفضائية نفوا هذا التحليل وأكدوا العكس، أن التمرد قد جاء من قلب روسيا، وبالتالي هي نهاية فلاديمير بوتين رئيس روسيا. منذ ساعات قليلة أعلنت روسيا على المستوى الرسمي أن التمرد الذي قاده يفجيني بروجوزين رئيس مجموعة فاغنر جاء بمخططات من قبل المخابرات الغربية. تفاصيل ومعلومات جديدة خلال هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. منذ ساعات قليلة أعلنت وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس على لسان قائد الحرس الوطني الروسي فيكتور زلتوف، وقال بالحرف الواحد إن تمرد يفجيني بروجوزين قائد مجموعة فاغنر قد تم التخطيط له من أجهزة الاستخبارات الغربية. ثانية واحدة بس، يعني إيه لا مؤاخذة؟ يعني سعادتك نفس الكلام اللي احنا طرحناه لحضراتكم منذ اللحظات الاولى عقب الانقلاب الذي قاده يفجيني بروجوزين، الكلام ده طلع مظبوط. رغم ان بعض الناس والكثير من التعليقات من الاصدقاء والمتابعين اللي هم عارفين توجهاتنا وعارفين ان تحليلاتنا صادقه بمعدل 150%، الناس ديت نفسها نفوا، قالوا لا لا مستحيل، هم مش عاوزين يقبلوا ان يكون هناك ثم التمرد حصل في قلب روسيا. امر طبيعي يا جماعه، لما دولة بحجم روسيا تحارب أكثر من 53 أو 54 دولة، قوة الناتو مجتمعة في مواجهة فلاديمير بوتين، حرب تعتبر بمثابة حرب أكثر من حرب عالمية. لما تخيلوا حضراتكم أن دولة تحارب عشرات الدول، الطبيعي أن هيحصل حاجة في النص. ليه؟ لأن معروف كويس جدا أساساً انك انت اكيد هيحصل عندك خطأ. هو فلاديمير بوتين ما هوش مثلا مقدس بحيث ان هو ما يفلتش حاجة من وسط الحرب دي. حصل التمرد وديت كانت تعتبر بمثابة الثغرة الوحيدة في القوة العسكرية الروسية. يفجيني بروجوزين اساسا قائد مجموعة فاغنر والمجموعة اللي معاه الذين لا يتجاوز عددهم عن حوالي 25,000 مرتزق، دول جايين بفلوس، يعني تدفع لهم يحاربوا نيابة عنك، تدفع لهم تنفذ من خلالهم تحركات عسكرية، ومن ثم هي هدف المجموعة دي الفلوس، ومن ثم تم الدفع ليهم أكتر، يعني من قبل القوى الغربية. فشلوا في أن هم أساسا يحققوا ثمة انتصار على فلاديمير بوتين، فشلوا في من خلال الهجوم الأوكراني المضاد أن هم يحققوا أي نوع من الاختراق في الجبهة الروسية. ساعتك هيدوروا على إيه؟ أضعف حلقة عسكرية موجودة في روسيا فين؟ مجموعة فاغنر. عقدوا الصفقة معاه، وهو ده اللي أكده قائد الحرس الوطني الروسي فيكتور زلتوف. الأصدقاء والمتابعين ما كانوش مصدقين لما احنا قلنا لهم يا أخوانا مستحيل، مستحيل أن يحدث هذا التمرد بهذه الشاكلة من يفجيني بروجوزين نفسه. ليه؟ بأي قناعة وبأي منطق أساسا من الممكن أن يتغلب على روسيا؟ يعني سيادته قال في بداية التمرد بتاعه احنا هنخترق موسكو، احنا دلوقتي متوجهين لموسكو. قال له ازاي 25,000 واحد وعاوز تحتل دولة بتحارب 40-50 دولة في المواجهة ومحقق انتصار عليهم، انت عاوز تقنعني ان يفجيني بروجوزين كان مقتنع ان هو من الممكن ان يحتل موسكو لوحده؟ فاحنا اكدنا قلنا مستحيل، لأن تصريحات الراجل وثقته من نفسه بتؤكد بما لا دع مجالا للشك إن وراه قوى غربية، وهي هي الأحداث أثبتت أن هذه التحليلات مظبوطة. كان في قوى غربية ومخابرات غربية ورا دعمه، ولذلك لما فلاديمير بوتين قال يا جماعة بصوا عفى الله عما سلف، سلموا السلاح، الناس اللي ما اشتركتش في التمرد يقدروا إن هم ينضموا للجيش الروسي، تمام التمام، الناس اللي اشتركت في التمرد مش هنحاكمهم وخلاص يندمجوا في الحياة المدنية بعيدا عن الحياة العسكرية، الناس اللي هي عاوزة تروح ورا يفجيني بروجوزين يتوكلوا على الله يروحوا وراه.
بهدوء. ثم تم تسليم المسائل بشكل هادي جدا وتم عبور الأزمة بسلام. حاليا دلوقتي في محاكمات ومقاصل ومشانق بتنتظر رقبة كل القيادات اللي شاركت في هذا التمرد من مجموعة فاغنر. الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لما سألوه حوالين مكان وجود قائد فاغنر قال: أنا ما عنديش معلومات. طبعا هو عنده معلومات لكن هو مش عاوز يقول، طبعا لأن هناك مخططات حاليا دلوقتي بترتبها روسيا في مواجهة مجموعة فاغنر كلها ومراجعة أو مواجهة كل الذين تورطوا معه في عملية التمرد. رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي أندريا كارتو بولوف قال إن تم إبلاغ يفجيني بروجوزين بأن وزارة الدفاع الروسية تعتزم إيقاف تمويل مجموعة فاغنر في حال لم يوقع أفرادها عقودا معها. خلاص خلصت، تقرر تفكيك مجموعة فاغنر، دلوقتي هتنضموا للجيش الروسي، ما عادش في حاجة اسمها فاغنر، هتنضموا للجيش الروسي بعقود جديدة من منطلق ان كنتم جزء من القوات المسلحة الروسية، وهتكون قيادتكم مش لابجين بروجوزين انما قيادتكم لوزير الدفاع الروسي. عاجبكم على هذا الاساس متفلوا عشرة، مش عاجبكم هتغوروا في 60,000 داهية تاخدكم وتروحوا المكان اللي انتوا عاوزينه وكتر خيرنا ان احنا هنسيبكم كده. طبعا انا عاوز اقول لحضراتكم فلاديمير بوتين لا يمكن ان هو يترك يفجيني بروجوزين ومجموعه التمرد في فاغنر هباء. زي ما قلت لحضراتكم في مقدمه الحلقه دول بيرتبوا لهم محاكمه اساسا. كل ما هنالك ان هيتم التفكيك، وبرضه عاوز انبه حضراتكم ان الكلام ده احنا قلناه بعد مرور ساعات قليلة من هذا التمرد. طبعا بعض الاصدقاء وبعض المتابعين بيتضايقوا قوي من كلمة مفيش داعي انك انت تقعد تفخم في القناة بتاعتك بنفس الطريقة ديت. يا جماعة صدقوني هو مش تفخيم بقدر ما هو وضع النقاط على الحروف ومحاولة الدفاع عن مصداقية قناة مصر في مواجهة محاولات التشكيك المستمرة من قبل البعض. البعض دول مين؟ مفيش داعي ان احنا نخوض فيهم ونتكلم دلوقتي. وبناء عليه فقط لا غير ان لما بنوه عن كده مش معنى ذلك ان انا عندي حاله غرور زي ما بعض الناس قالوا في التعليقات. ايه يا اخي حاله الغرور اللي عندك دي؟ مش غرور. انما كل ما هنالك من حق قناه مصر زي ما بعض الناس بتهاجمها وبتحاول تشكك فيها واحنا بنسيب التعليقات دي، ايضا من حقنا ان احنا ندافع عن مصداقياتنا. ومن ثم هو ليس غرور او دفاعا عن قناه مصر او ان احنا بنحاول ان احنا نتقدم الصفوف او ان احنا نصور نفسنا كما لو كنا احنا منزلين. لا، بيحصل عندنا ثمة اخطاء، ده امر طبيعي تماما، لكن لما يكون هناك حملة ممنهجة من اجل التشكيك في مصداقية القناة الى درجة ان بعض الناس يقول لك ايه هو انت عمال بتقول انك انت كنت انت اول واحد بيقول انك انت نفيت ان هي ممكن تكون مسرحية. لا 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 لا، انت قلت بالحرف الواحد ان ديت مسرحية. تخيلوا حضراتكم كبش التعليقات جاية ورا بعضيها تشكك في الكلام بتاعنا وتقول لا 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 انت اول واحد كنت انت بتقول ان هي مسرحية، على الرغم من ان الكلام ده ما حصلش مطلقا. يبقى معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك ان في توجه عام من قبل البعض من اجل التشكيك في مصداقية قناة مصر، وبالتالي احنا بنحاول ما بين السطور ان احنا نقول خلي بالكم يا جماعة، لا والله تحليلات قناة مصر طلعت مظبوطة الحمد لله. فرئيس لجنة الدفاع ده بيقول ان تم اختار يفجيني بروجوزين بان فاغنر مش هتشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة في اوكرانيا مرة تانية. يعني خلاص فاغنر كانت ماضي وانتهى. يفجيني بروجوزين في تسجيل صوتي طبعا نشره وهو تحت الارض احنا ما احناش عارفين هو فين، قال ايه؟ ان قوته بتعتبر الاكثر خبرة في روسيا وقد تكون الاكثر في العالم، اكثر خبرة في العالم، احنا اقوى ناس على مستوى العالم ومجموعتنا بتنفذ العديد من المهام لمصلحة روسيا. طز، هو انت بتتعطف على روسيا لا مؤاخذة؟ انت سيادتك راجل مرتزق نفذت العديد من المهام برضو تي او زد. ليه؟ انت واخد فلوس. دلوقتي تم الاتفاق معاك مجموعة مرتزقة هتاخدوا فلوس مقابل تنفذ التعليمات، ما نفذتهاش هتغور في 60,000 داهية تاخدها، مش هتعاقد معاك مرة تانية. فهو سيادته بيتفشخر ويقول احنا نفذنا العديد من المهمات لصالح روسيا. ما انت واخد فلوس يا بابا. ثم بيقول حققنا نتائج جيدة في اوكرانيا ونفذنا مهام جدية للغاية. ثم بيقول
لم يرغب أي مقاتل من المجموعة بتاعتنا التوقيع مع وزارة الدفاع الروسية لمعرفتهم إن هم هيخسروا القدرات بتاعتهم. طبعا روسيا قالت عم يفجيني بروجوزين، كل الناس التي لم تشارك في التمرد من حقها التوقيع على عقود مع وزارة الدفاع الروسية بحيث يصبحوا جزء من الجيش الروسي. اتفقنا؟ أي حد مش هيوقع عقود يبقى معنى ذلك ما هوش تبع الجيش الروسي، احنا مش عاوزين باجنر. فسيادته بيقول لك ايه؟ معظم الناس اللي هم المرتزقة ما وقعوش. قال له يعني؟ هو يعني انت كده بتعاقب روسيا؟ ما ان شاء الله عنهم ما وقعوا. ده انتوا حيالله كلكم على بعضكم اللي شارك في العملية الخاصة في أوكرانيا، واللي ما شاركش تقريبا حوالي 25 ألف واحد، ده عدد زيادة بالمناسبة. فأنت دلوقتي مش هتشارك. إذا كان أساسا وزير الدفاع الروسي أعلن بعظمة لسانه قال إحنا عندنا آلاف مؤلفة من الشباب الروسي اللي بيطلبوا التطوع في الجيش الروسي بعقود، وإحنا قررنا نكتفي بهذا القدر بسبب زيادة العدد اللي بينضم يوميا. يعني معنى ذلك إيه؟ لا مؤاخذة، معنى ذلك انا مش في حاجه اليك، انما انا بتعطف عليك في سبيل انك انت تنضم للجيش الروسي على اساس شكرا جزيلا انت نفذت المهام بشكل جيد جدا مقابل الفلوس اللي انت اخذتها. فالناس اللي ما شاركتش في التمرد اتفضل حضرتك، ادي الجيش اهوت وادي روسيا بتاعتك، لكن الناس اللي شاركت في التمرد هيبقى تفضل مني ونعمه ان انا اسيبهم يندمجوا ويرجعوا لاهاليهم، بس بشرط لو حد قل ادبه هديله بالجزمه، الجزمة القديمة. فهو يبجيني بروجوزين بيقول ايه؟ ان هم عارفين كويس او ان هم هيخسروا قدراتهم. يعني انضمامك للجيش الروسي هيخسرك قدراتك؟ يخرب بيتك. فأمرت ان روسيا محققة انتصارات على عشرات الدول، يعني كأن روسيا في حاجة اليك. هو انت ما انتش واخد بالك اساسا ان الدعم العسكري الموجه لسيادتك والترتيبات والمخططات كلها من خلال وزارة الدفاع الروسية وتحت إشراف روسيا، والأسلحة بتاعتك روسية، والدعم الموجه لسيادتك أساسا كله روسي. هو طبعا بيحاول يصور نفسه ويروج لنفسه في الغرب إن هو قوي جدا وإن عنده قدرات أكبر من قدرات الجيش الروسي، وبالتالي إحنا لو انضمينا للجيش الروسي إحنا هنخسر القدرات بتاعتنا. ثم بيقول كنا دوما ضد العمل تحت لواء وزارة الدفاع، وبناء عليه وزارة الدفاع مش عاوزاك، ده وزارة الدفاع الروسية. صحيفة الول ستريت جورنال قالت إن بروجوزين كان بيخطط للقبض على وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو. طبعا مش هو اللي بيخطط، كانت معاه قوى غربية هي اللي بتخطط، بالإضافة إلى رئيس الأركان فاليري جيراسيموف، ده اللي هو تخطيطات عشان يلقي القبض عليهم من خلال تحركاته من روستوف لموسكو سيادته. كان متصور إن هو هيمشي سلام لحد موسكو، طبعا اتقطمت رقبته في النص. وقد علم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالمخطط فعدل من البرنامج بتاعهم. شوفوا حضراتكم العجوز بتاع الولايات المتحدة الأمريكية تعقيبا على ذلك الذي حدث، قال إيه؟ من الواضح أن فلاديمير بوتين المنبوذ يخسر الحرب في أوكرانيا. فلاديمير بوتين المنبوذ، منبوذ من سعادتك؟ منبوذ من أمريكا؟ منبوذ من دول الناتو؟ طب وبقية دول العالم مش منبوذ؟ بالعكس، ده فلاديمير بوتين قاد أقوى وأخطر حركة تمرد في مواجهة كل دول الناتو، وخلى العالم كله يستيقظ في مواجهة أمريكا وفي مواجهة دول الناتو إن يا أخوانا خلي بالكم من الممكن إن الدور يجي عليكم لو أنتوا تمردتوا على الخطوط المستقيمة اللي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية. ومن ثم انتباه، حان الوقت لصنع أو لصناعة عصر جديد متعدد الأقطاب. هو ده اللي نجح فيه فلاديمير بوتين بشكل غير عادي، إلى درجة منطقة الشرق الأوسط تمردت على الولايات المتحدة الأمريكية وأخذت نفس الخط اللي أخذته روسيا والصين وكوريا الشمالية. منبوذ إيه يا بابا؟ طبعا هو رجل مخرف. يقول لك من الواضح إن هو بيخسر الحرب في أوكرانيا. بأمارة إن هو بيحقق انتصارات على الرغم من تمرد فاجنر اللي تم بالتنسيق مع المخابرات الغربية. ثم بيقول ايه في نفس التصريح ده اللي هو جو بايدن رئيس امريكا، لكن من المبكر القول ان تمرد فاجنر اضعف فلاديمير بوتين. من المبكر، هو مش عاوز يعترف اساسا ان تمرد فاجنر ما كانش له اي تأثير على روسيا، وطبعا ده هنخصص له حلقة كاملة مش وقتها دلوقتي. يعني الراجل بيقول لك ان فلاديمير بوتين المنبوذ بيخسر الحرب، لكن من المبكر القول ان تمرد فاجنر اضعف بوتين.
هو ما ضعفش فلاديمير بوتين ولا حاجة، بس هو زي ما قلت لحضراتكم مش عاوز يعترف بأن فلاديمير بوتين حقق انتصار على هذا التمرد اللي قادته الاستخبارات الغربية. ثم بيقول أن فلاديمير بوتين حاليا بات منبوذا عبر العالم. بالعكس هو الصحيح، اللي فيها تجيبه فيك، ده مثل شعب مصري حوالين الوحدة اللي هي شمال، فبتحاول ان هي تلصق هذه الاتهامات اللي هي فيها بالناس المحترمة. الدفاع الروسية تعتزم ايقاف تمويل فاغنر ما لم توقع عقودا معها. قائد فاغنر يروي القصة الكاملة لهذه الاسباب حاولت اقتحام موسكو. طبعا هو بيحاول يركز على النقطة ديت، هو لا اقتحم موسكو ولا كان هيقدر يقتحم موسكو ولا الكلام الفاضي ده كله، وليس ادل على ذلك من ان هو انضرب بالطيران بعد التمرد بتاعه مباشرة. تقرير بريغوزين كان يريد القبض على وزير الدفاع الروسي. انقلاب ناعم قاده كبار من الجيش الروسي تآمروا مع بريغوزين. طبعا ديت كل وكالات الانباء العالمية الغربية هي اللي بتحاول ان هي توصل الصورة المشوهة ديت عن ذلك الذي حدث في قلب روسيا، الا ان الاحداث اثبتت ان فلاديمير بوتين خرج من هذا التمرد اقوى من ذي قبل، والكلام ده هنخصص له حلقة كاملة. اراكم على خير.